يا توني يا توني، ايه يا ابني؟ في ايه؟ هو النور قاطع؟ نور يا ابني اللي قاطع، انت اتعميت ولا ايه؟ يا ابني انا بجد انا مش شايف حاجة، انا بحبش الهزار ده، افتح النور يا عم. الو، مساء الخير استاذ توني، معايا؟ ايوه مين؟ معاك استاذ حازم من الشركة الامريكية. اهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ان شاء الله مستنيين حضرتك بكره في الشركه الساعه 9 علشان تم قبولك. بجد انا مش عارف اشكرك ازاي. لا لا لا، ما تشكرنيش، انا اشكر اشرف صاحبك علشان اتنازل عن الوظيفه علشان. اشرف، هو انت بجد اتنازلت عن الوظيفه عشان ايه؟ استاذ حازم، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. كنت بقول لحضرتك ان كان في شخص مقدم معايا في نفس الشركه اسمه توني. مظبوط. انا كنت بتصل بيه بخصوص ان هو يستاهل الوظيفه دي اكتر مني، ان هو اكفأ مني فعلا، وهو اصلا اللي معلمني. لا هو احسن منه قسما بالله. انا مش هعرف اقدم في الوظيفه، ان انا جات لي سفريه مستعجله. بس انت حضرتك لو رجعت السي في بتاعه تاني، لا اضمن لك اللي هو هينجح الشركه مليون في المية. خلاص معلش. اشرف انا عايزك تسامحني. ايه؟ انا اللي حبيتك بايديا الاتنين دول، والنبي سامحني يا اشرف. انت عملتنا يا صاحبي؟ ليه يا صاحبي عملت كده؟ انت لو كنت لابط النور عيني اللي انت ضيعته بايدك، انا كنت اديتهولي. اشرف الإزعاج بسرعة. صوتي عالي ومش مسموع الشكل.